صباح الخير. خلص الناس شبعت حكي طالع نزل، ملت من التصريحات والمواقف، تعبت من الشرح والتفصيل والكلام على أنواعه، خطابات تهديد من اليمين وأعلان عن انتصارات وهمية بأرقام ضحايا الحرب المرتفعة، ويمين يزيد ونسيوا أنه قطع الأرزاق من قطع الأعناق. الناس ما عاد بدها رئيس ولا حكومة وفاق ولا حوار طرشان ولا حتى جمهورية أو دولة أو دويلة أو حتى قبيلة. كل الأحلام الكبيرة اتقزمت، صار بدنا بس تشيلوا الزبالة من حلم الدولة الحديثة والفاعلة، من رؤية دولة القانون والمؤسسات، من وطن حدود السماء صارت أقصى أمنيات الناس بلد نظيف، أو على الأقل بلد خالي من الأمراض والأوبئة وأكوام النفايات. المشكلة ما عادت تنقاس بالأشهر ولا بالسنوات، المشكلة بحجم الخطر والأمراض يلي عم بتصيب الناس والمستشفيات امتلأت. أما أدراج الحكومة ففارغة من الخطط القصيرة أو الطويلة الأمد، فلا ترحيل ولا مطمر ولا معمل تدوير ولا حتى من أجلكم نعمل، فقط ضياع وزبالة. تقرير للزميلة مي فرحات، منتابعه سوا. تزال أزمة النفايات بلبنان أزمة بتدور حول نفسها دون أي حل، ولا تزال الدولة بمؤسساتها المعنية تقف متفرجة وتبرهن من جلسة إلى أخرى عن مدى عجزها عن إدارة ملفات البلد. واللبناني لا يستشيط غضبا إلا لما بتسأله عن النفايات. ييه، عم ننطم بزبالة؟ معقولة يعني؟ من جامعة في كل شيء، شو ما بدك فيه بالبلد، روايح وجاية وكل شيء. عن يعني جد من العين والزبانة، شو عين نفس دولة؟ إنه معقولة بلد كان أنا تجي تتنزه تجي تشم الهواء، يعني هذا زبالة مين بده يجي؟ لقدمين على صيفية يعني كارثة. عن جد البرغش هياكلنا يعني، عيب وحياة الله عيب، خلص. وبين المكبات العشوائية والمتنقلة والمطامر يلي فاضت بأماكنها ولم تعد تستوعب، بيبقى المواطن هو الخاسر الأكبر، والمواطن عاجز بدوره عن إحداث أي تغيير، فلم يعد باستطاعته استيعاب مشكلة النفايات، فانربط لسان والتعبير ما عاد يودي لأي نتيجة. كنت عم بعمل منقوشة بطلت. ليش بطلت؟ لأن بفوت الميكروب من هون على المنقوشة بتطعميها للزبون. أكبر أزمة بلبنان هي قصة الزبالة، ما كناش تفرق معنا شيء، مش الحرب ما فرقت معنا، هاي الزبالة أكتر شيء. أيام الحرب ما كان شيء، كانت كل بلدية مستلمة وتمر بهالشوارع ما في أنظف منها، وقاعدين ناطرين 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 ومأجلين هالوضع هيدا لا يوصلوا لباب بالحيط. يعني هن عايشين بيناتنا، يعني كلنا عايشين بالزبالة، مش نحن بس يعني عايشين بالزبالة. إذا لم يكن لدى الحكومة أي حلول، علما أن بتنا بأمس الحاجة لأي حل معقول، فلللبنانيين حلول. أنا ما عندي حل، ما بعرف، ما حدا مسؤول عن هذا الموضوع، أنا الحل عندي بشير في رأي الجمهورية بيحلوها، بس يتخلوا عن مصالحهم الشخصية المسؤولين تنحل. الفرج من المصدر هو أهم حل، من قيم الزبالة الأساسية بعدها منشتغل بالزبالة اللي على الأرض. بدك تعمل معامل، بدك تعمل مطامر صحية ما تأثر على المي الجوفية، بدها دراسة مش كيف مكان. ما بدهم يشيلوا الخنزير بيقعد مع الزبالة، مش نحن بني آدم قاعدين مع الزبالة. هم بيقيموا بيصدروا بيعملوا هيدي الحرايق الفرز، بيعملوا 100,000 شغلة. رابع بلاد بالعالم ما في نفايات، لو كيف هون في نفايات؟ هيك عايشين بين النفايات، بين السرطان وبين الوباء. انا عمري 65 سنة عايش بالجيران، ما بحياتنا شفنا كان الزبالة يجي لعنا على البيت يدق ويقول لنا في عندكم زبالة، ولا كثير نكت عم يحكوا عليها، بس هيك لا 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 حرام. قبلانين كل شيء قبلانين، بس الزبالة لا، انه عيب كثير. ما في بلد بالعالم، سريلانكا مش هيك عيب مع شيء سميناه اسم بلد؟ ما في، نحن صرنا درجة شيء 30 تحت الصفر. يا صبي ما بتفهم. You.
إذا جاوبتك مرة بتفقع طوقني بحبك ونسايا إن حول الدنيا وجنبي. نتابع حلقتنا. وبالرغم من الأزمات البيئية والمعيشية إلا أن القطاعات ما زالت عم تشهد تطور، والهدف خلق طاقة أمل لدى اللبناني يلي مل من تاريخ الدولة. اليوم محطتنا مع خدمة رح بتطال كل مواطن مباشرة، ومع قطاع الاتصالات يلي عم بيشهد تطور، وكل التفاصيل منتبعها سوا بهالتقرير. بنهاية عام 2016 رح يمتد الجيل الرابع من الانترنت على كل الأراضي اللبنانية وإن كان بمراحل متلاحقة. هيدي خطة مشروع لبنان 2020 يلي أطلقها وزير الاتصالات بطرس حرب. هالفكرة انتقلت من الأوراق إلى الواقع وأعلن عن الاستراتيجية ضمن مؤتمر صحفي عقد بفندق الفور سيزن، وخلاله تم توقيع عقود تنفيذ شبكة LTE 4.5 بين شركة ألفا وشركتي أريكسون ونوكيا، وذلك برعاية وزارة الاتصالات. لبنان كان أول دولة بالشرق الأوسط في على صعيد خدمات الاتصالات وصعيد خدمات الهواتف، وأول من أدخل الهاتف الخليوي لمنطقة الشرق الأوسط 94 لبنان، وأول من أدخل خدمة الإنترنت كان لبنان بين كل الدول العربية. بكل أسف المراحل الماضية والأحداث اللي صارت بلبنان والسياسة التي اتبعت في لبنان جعلت لبنان يتخلف عن مواكبة التطور وتبقى في صدارة الدول العربية والمنطقة. ومن هون أطلقت فكرة مشروع لبنان 2020، يعني 2020، اللي هو عم يوضع للمرة الأولى بتاريخ وزارة استراتيجية متكاملة كيف لبنان بيصير يتمتع بأفضل خدمات على صعيد الهاتف الخليوي، وكيف لبنان بيتمتع بخدمات الألياف الضوئية، وكل اللبنانيين بيتمتعوا بكل لبنان. الـ LTE تكنولوجي هي higher throughput، يعني higher data throughput، سعة أكبر وسرعة أكثر، يعني رح يتحسن الكواليتي تبع الانترنت. هلا هو في 4G الأكترية بمناطق بيروت، بس بعد هالمشروع ان شاء الله بيكون في بصير في ال4G بكل مناطق لبنان. مع هالخطة رح يتقدم لبنان من أواخر لائحة العالم العربي بخدمات الهاتف الخلوي والإنترنت ليوصل إلى المركز السابع عربياً، وبتكون الدول الخليجية وحدة سبقتنا بسبب الإمكانات المالية. اليوم اللي عم نعمله إنه بكل بساطة نحن عم نجير التكنولوجيا، يعني سواء كانت 4G أو 4.5G أو حتى 5G اللي جاي بالمستقبل بعد سنتين مثل ما قلت، عم نجيره لخدمة الناس ولخدمة المجتمع. يعني اليوم قديش في منا من المتكلين صاروا بحياتهم اليومية على الإنترنت أو على التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع كل الناس حواليهم. يعني صرنا اليوم نحن مثل المي، مثل الهواء، مثل حي الشيء اليوم. It gives larger bandwidth, it gives better speed, and so for the users they will feel that when they download applications it will be a much more superior experience for them.